عملية اليوم مست سكان بلدية جقرت وبالضبط السكنات الاجتماعية التي تحتوي على 440 مسكن إيجاري عمومي. تمت اليوم عملية وضع المقررات للمستفيدين. سلموا قرارات استفادة للفلاحين خاصة في الشعب المهمة كشعبة النخيل، شعب الزراعات الاستراتيجية، وأيضا توزيع المساحات المسقية. راح نوزع قرارات استفادة من في إطار الاستصلاح الفلاحي، وأيضا قرارات رفع الشرط الفاسخ للناس اللي كملوا الاستصلاح نتاعهم، وأيضا توزيع بعض مقررات الدعم الفلاحي الذي يعتبر مهم ومرافقة مادية للدولة لهؤلاء الفلاحين، وأيضا توزيع بعض الحالات العالقة في إطار الامتياز الفلاحي اللي كانوا يعانوا منذ سنوات. الحمد لله الاستفادة هذه تخليني أني تشجعني أني نزيد نوسع في المشروع ونطور فيه. كنت نخدم في السمان، دركا بإذن الله السميع العليم راني رايح ندير مشروع ثاني وهو مشروع تربية النعام على مستوى ولاية جقرت. استفدنا اليوم في توزيع مقررات الاستفادة، وهذا يدل على أن دولتنا عندها البعد الاجتماعي كما جاء في بيان أول نوفمبر